أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أعرفكم بأمير هذا المساء. هو خبير في اللغة النوبية وضيفنا. قبل ما يكون خبير في اللغة النوبية هو خبير أيضا في اللغة العربية، عشان كده هنخلي ليلها هنحافظ جدا على لغتنا العربية أمامه. هو الأستاذ مرغن الدشاب، يحمل ماجستير في اللغة العربية وقد عمل معلما للغة العربية في المدارس الثانوية، ويعمل باحثا في التراث النوبي، وقد صدر له عدة كتب في هذا المجال، منها النوبية في العامية السودانية العربية، وكتاب النوبية في شعر بوادي السودان، وكتاب خليل فرح نحو قراءة أخرى، وآخر إصداراته أو إصداراته عن الفنان الراحل محمد وردي. وهو شاعر كتب العديد من القصائد بلغة عربية رصينة. مرحب بك أستاذنا. مرحب بكم ومرحب بقناتكم. مرحب بك أستاذنا مرغن الدشاب، يعني الباحث في التراث النوبي. نقول لكم الحقيقة ويفينا ومسكاجلو تمام. نحن والله سعيدين بوجودك معنا، وياريت نبذة تاريخية عنك وعن حياتك أكثر. أنا ولدت في جنوب وادي حلفة، منطقة اسمها الدوشات، على بعد 60 كيلومتر تقريبا، عام 55 ما شاء الله. وبعد ذلك طبعا درسنا المرحلة الأولية في مناطق جنوب وادي حلفة، ثم المرحلة الوسطى زي 3 شهور. بعد ذلك حدث التهجير النوبي اللي هو 64 تقريبا. جينا إلى حلفة الجديدة ودخلنا في مدارس الوسطى، ثم بعد ذلك محل التربية كسلة، ثم بعد ذلك الدراسة الجامعية سنة 80، ثم الدراسة العليا. وأنا الآن أقيم بمدينة وادي حلفة في أقصى شمال السودان، كما أقول دائما بالقرب من القاهرة. يا سلام. أستاذنا مرغن، يعني كثير من النوبيين بيجدوا صعوبة كبيرة في تعلم اللغة العربية، بالذات إذا كانت هي اللغة الأم ولغة المنطقة ولغة الجماعة اللي أنت عايش في وسطها. لكن أستاذنا أنت تحمل ماجستير في اللغة العربية، هل وجدت صعوبة في تعلم اللغة العربية بالرغم من لا لا بالعكس الكلاسية؟ بالمناسبة بالعكس، نحن ما لأنه المناهج كانت هي مناهج يعني إلى حد كبير بتقود الإنسان، حتى الإنسان غير المتعلم في اللغة العربية، المناهج كانت تساعد بسهولتها وجاذبيتها، كانت بتساعد الزول على تعلم اللغة النوبية. لكن في حاجة في غاية الأهمية، إنه الناس دائما بيحبزوا إنه أولادهم الصغار يتكلموا عربي عشان يكونوا فالحين في المدرسة اللي قدام، لأنه لغة المدرسة هي اللغة العربية. لا، هذا خاطئ جدا طبعا، لأنه الولد لغة البيت والشارع هي لغة عامية متدنية، بمعنى متنزلة من اللغة العربية إلى أدنى، والواحد يمشي يتكلم في المدرسة، لغة المدرسة تختلف تماما عن اللغة العامية، لغة تختلف، فكأنما الواحد أو واحدة تلميذة هي ماشية تتعلم لغة جديدة. العرب والنوبيين يتساووا في ده، ودي مثلا الناس ما بفرقوا فيها، لكن يتساوى الإنسان لسانه أصلا عربي ولسانه غير عربي، يتساوى في التعلم في المدرسة. عشان كده ما في مشكلة، في فروق فردية طبعا بين الناس، لكن جاذبية المناهج، المدرسين المدربين إلى حد كبير ساعدونا في أننا نمشي في المدارس ونجيد اللغة العربية وما في صعوبة. نعم أستاذنا مرغن الدشاب، يعني كثير من الناس بيشوفوا أنه والله يا أخي اللغة النوبية هي صعبة في أنها تتعرف وتتنطق والناس تتحدث بها يعني. طيب لو جينا نتكلم عن في صراع كان زمان، يعني هسه الآن احترفوا بأنه اللغة النوبية هي لغة زيها زي بقية اللغات، يعني كيف أنتوا قدرتوا تتفادوا الصراع ده ما بين إنها لهجة ولغة؟ لا، هو اللغة النوبية طبعا هي لغة قديمة، هي من اللغات التي ظهرت في العالم مع الإغريقية واليونانية والقبطية، هي أولى اللغات في العالم، وهذه طبعا لغات ظهرت قديمة جدا، لكن تطورت اللغة العربية في كتابتها بعدة حروف،
أخذت من الإغريقية. عشان كده نحن لما هسه نجي نعلم اللغة النوبية بيقولنا طيب ده ما إنجليزي، لأنه في كثير من الحروف الإنجليزية وهي ما إنجليزية، هي إغريقية. الإنجليزية أخذت منها، الفرنسية أخذت منها، الألمانية أخذت منها، بالله؟ نعم، والنوبية أخذت منها الإغريقية، والإنجليزية قريبة بالقياس للغات دي. فاللغة النوبية صعوبتها في إنه هي طبعا عشان كده نحن بيتهمونا دائما إنه الواحد لا في حالة التذكير والتأنيث. ما عندنا في اللغة النوبية ما في تذكير وتأنيث، ما في. صح. فلما نغلط يقول لنا أنتوا ما تعرفوا عربي. اللغة النوبية صعبة فعلا هي صعبة، لكن هي من أقدم اللغات. بالنسبة لواحد نشأ داخل، أنا في منطقة بطن الحجر، بطن الحجر بلو بستون، فالمنطقة مغلقة، هي مغلقة بالجبال، ومنطقة نوبية، ومعظم الدارسين للغة النوبية كانوا بيجوا عندنا، لأنها منطقة هي محتفظة باللغة النوبية الصميمة إلى الآن. لا إلى الآن. نعم، ومعظم الباحثين وعلى رأسهم هيرمان بيل، هو عمل الدكتوراه بتاعته في المنطقة بتاعتنا، لأنه فيها لغة نوبية جيدة يعني ما فيها خطأ أصلي. فهي ما صعبة طبعا للمتعلم الجديد، هي صعبة، لكن المتعلم الذي كثير عاش فيها وتولد فيها يحتفظ باللغة الأصل. طيب أستاذنا من الغني، هنالك اتهام بيقول إنه اللغة النوبية الآن ماشية تندثر، لأنه حتى عدد المتكلمين بها والناطقين بها قل جدا في وجود الحداثة ووجود التطور ووجود الهجرة المتلازمة للنوبيين إلى الشمال أو إلى جنوب الوادي أو شمال الوادي والعكس كمان. هل هذا صحيح؟ هذا كلام صحيح جدا، لكن هو يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن أنا حاول أختصر الكلام بتاعي، لأنه اللغات كلها في السودان غير العربية هي ماشية للاندثار، يعني ما حتاخد بعد كده 40-50 سنة فحتنتهي. ليه؟ لأنه العولمة لها دخل في المسألة دي. يعني لاحظي أنه الكلمات اللي دخلت في عند الإنسان في السودان، كان عربي أو غير عربي لسانا، هي كلمات كثيرة جدا. الإلكترونيات دي مثلا، شوفي دخلت كم كلمة عند الإنسان. صح. غيرت الكثير، غيرت كثير جدا من المفردات، والمفردات هي مكونات اللغة أصلا. صح. فالعولمة لها أثر، الاتجاه نحو تعلم اللغة العربية، لغة التعليم ولغة إدارة الدولة هي اللغة العربية. فمحاولة إجادة اللغة العربية، الأمهات في البيوت طبعا بيلعبوا دور كبير جدا في المسألة بتاعت تغذية الطفل باللغة سواء العربية أو غير العربية. لكن الاتجاه العام نحو إنه المرأة العاملة، هذه إشكالية بتاعت اللغات في السودان بالمناسبة. المرأة لو قلت البيت والولد مشى الحضانة، معناها دي بتقلص المسألة بتاعت إجادة اللغة بالنسبة للطفل. فنحن عندنا طبعا النساء كلها هنا عاملات ما شاء الله، وده بيأثر تأثير مباشر على بالرغم نحن كنا عملنا دراسة قريب في درجات الحفاظ على اللغة في أوساط النساء والأطفال، فطلع 80% من النساء أو 85% من النساء بيحبذوا إنه أولادهم وبناتهم يتكلموا اللغة العربية قبل الذهاب إلى المدرسة. اللغة الثانية أو قبل ليه يعني؟ من وين جاء تفضيلهم؟ اللغة العربية بقت هي الغالبة على اللغة، يعني الطفل بيولد هسي في المنطقة النوبية خصما على اللغة. خصما على اللغة. لكن زمان نحن زماننا كنا يعني هو إضافة للغة. مولد طفل أو طفلة كان إضافة للغة، لأنه بيحفظ اللغة وكل اللغات تبدل الأجيال الأخرى. صحيح. بعدين الطفل هو من يتولد ويبدأ يتكلم الأم والأب والحبوبة، دي كلهم لهم دور في إنهم يلقنوا باللغة النوبية. نعم درجة التلقين قلت أسمع، لأنه الحضانة هي اللي بتلقن هسه. طيب عشان نحافظ على اللغة النوبية ونخليها هي ما تندثر، أنتوا كباحثين في التراث النوبي يعني دوركم في الحتة دي شنو؟ والله هو المحسن مسألة تحتاج إلى أشياء كثيرة جدا،
المسألة تحتاج إلى أشياء كثيرة جدا عشان الناس يقدروا يحافظوا على لغتهم، اللي هي الدولة نفسها. الدولة نفسها يجب أن تضع شروط واضحة جدا للحفاظ على اللغات، وبرمجة واضحة جدا للبرمجة وتدي الناس صلاحيات كثيرة جدا في أنه يستطيعوا هم يتخذوا القرار بشأن اللغة. أنا كنوبي أريد أن أتخذ قرارا بشأن اللغة، إذا ما عندي القرار ده ما بقدر يعني درجة الإلزام وين؟ أنا كيف أستطيع أن ألزم إنسان بأنه يكتب خطاب إلى طلب للحكومة باللغة النوبية؟ فإذا إذا الناس ما وصلوا درجة الإلزام دي، إلزام استخدام اللغة، ما بيقدروا يحافظوا. دي مستحيلة، دي مستحيلة الحاجة دي، مش للغة النوبية بس، لكل اللغات واللهجات الأخرى. صحيح، يعني صحيح. لأن اللغة الرئيسية هي اللغة العربية. صحيح. طيب أستاذنا أستاذنا مرغني، لأن عز الدين مرغني كان ضيفنا قبل شوية، أستاذنا مرغني ديشاب، يعني بعد الاكتشافات الأخيرة من شارلي بونيه وغيرهم بأن الحضارة السودانية القديمة هي من أقدم الحضارات في العالم، ده معناته أن الحضارة النوبية هي من أقدم الحضارات الموجودة في المنطقة. في مقولة بتقول أن القبائل الشمالية الموجودة الآن هي انشقت وتعربت من الحضارة النوبية الأصلية، هل الاعتقاد ده صحيح؟ هو أنا أخالف جميع الناس اللي بيتكلموا عن الحضارة النوبية. كيف؟ ما بتعتقد أنه هي قديمة بهذا القدر؟ لا، هي قديمة، هي حضارة قديمة، لكن هي حضارة سودانية. يعني كل السودانيين لهم سهم في هذه الحضارة. يعني لما نقول الحضارة النوبية، وأنا عارف أنه في ناس حيتربصوا لي هنا كويس، يعني ما نسميها حضارة نوبية، نسميها الحضارة السودانية ونعتز بها نحن كلنا كسودانيين. ليه أنت جبت الكلام ده مني؟ نعم؟ يعني ليه أنت بتقول كده إن حضارة سودانية ما نوبية؟ لأنه الكتابات المتأخرة، مرغني عبد البشر كمثال، الكوشي التائه، الكتابات بتاعت نوبة النيل لبروفيسور في جامعة الخرطوم، الكتابات بتاعت عبد الله أبشار البجاوي الاكتشاف العظيم، دي كلها كتابات هي يعني تشكك في انه الحضارة دي خاصة بالنوبية. كلها في اشارات مهمة لأستاذ نجاح فرمرغني كذلك. فبقت المسألة هي فيها عايمة كده. فمن خلال الشكوك دي، هي شكوك في محلها، يعني يمكن محلها عند أدلة، لأنه يعني إذا تكلمنا عن مملكة سنار هي مملكة قديمة جدا أيضا وفي حضارة مختلفة، إذا تكلمنا عن جنوب السودان في قبائل كان بتعيش قبل آلاف السنين في هذا المنطقة. صحيح. صحيح. لكن ما كانت وصلت مرحلة الحضارة، يعني مرحلة الأهرامات أو بناء المعابد أو بناء حضارة موجودة في المنطقة النوبية. حضارة موجودة في المنطقة النوبية، هو المكان هو اللي خلاها إنها تتميز. المكان، من الذي كان في هذا المكان؟ ده السؤال. هذا هو السؤال. ايوه، من الذي لانه الممالك نفسها، مملكة كوش ثم مملكة نبتة، مروي آسف، ثم مملكة نبتة، من هم مكوني هذه الممالك؟ كل السودانيين في رأيي يعني هم لهم سهم في هذه الحضارة، وينبغي على كل السودانيين انهم انه ده حضارة ده حقتهم. أنا ما عارفة، دي لفتة نظر نبيلة جدا من أستاذنا مرغني ديشاب، وبالتأكيد موضوع زي ده مفروض حتى العلماء المصرين جدا أنه يثبتوا أنه الحضارة النوبية هي من أقدم الحضارات، أنه يهتموا بالجانب ده ويشوفوا الحضارات دي بدأت كيف، تكونت كيف. جنوب السودان فيه حضارات كمان قديمة جدا، في معالم لحضارة قديمة، حتى مباني بدأت تظهر في مناطق في جنوب السودان. لكن خلينا نمشي لقدام ونتكلم عن الحضارة النوبية اللي احنا الليلة بصددها أستاذنا مرغني ديشاب. هنتكلم عن الآلات الموسيقية. الحضارة النوبية طبعا شهيرة بالطبول والأنغام المختلفة، شنو من الآلات الموسيقية اللي احنا ورثناها عن هذه الحضارة العظيمة؟ والآلات الموسيقية هي حتخلينا نتكلم عن الغناء النوبي. والغناء النوبي ينقسم إلى ستة أقسام. نعم. فالغناء النوبي هو بنبدب الكنوز، ثم الفديجة،
اللي هم في النوبة المصرية. وبعد ذاك ال 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 في جزء من في وادي حلفة وبطن الحجر والسكوت والمحس وضمولة، ستة أنواع من الـ من الـ من الـ، لكن الآلات الموسيقية المستخدمة تختلف من مكان إلى آخر. يعني مثلا لو أخذنا الأستاذ إبراهيم إبراهيم عوض كمثال مغني، هو من الكنوز، لكن لما يجي أم درمان بيقوم يغير الآلات إلى آلات أخرى. هو الكنوز بيستخدم الطبلة، الطبلة الواحدة دي هي حقتهم، وبيستخدم الطنبور الربابة، بعد ذلك بيستخدموا الدف النوبي، الفريجة كذلك، الناس بيقولوا لهم الحلفاويين. لما تجي منطقة بطن الحجر والسكوت وضمولة، هي نحن بنسميها النوبة الجنوبية أو النوبة النيليين، جنوب النوبة النيلية، بنلقى الطنبور ونلقى الصبقة. وبعدين رقصة الحلفاويين عند الفريجة والكنوز، الرقصة الناس بيمسكوا بعض، ونساء بيجاي ورجال بيجاي ويرقصوها دي، دي خاصة بالكنوز والفريجة فقط، يعني الناس اللي إلى الجنوب ما عندهم. لكن الآلات طبعا النقارة قديمة جدا عند النوبيين، بيشاركوا فيها قبائل تانية اللي هي القبائل كلها أخذتها بعد ذاك، لكن الأصل والأساس هي عند النوبيين. أيوة الأغاني هي عندنا إيقاعات كثيرة جدا، إيقاع التلب أخذوه شايقية، إيقاع العرضة الصقرية دي أخذوها الجعليين، وعندنا إيقاعات أخرى، أولي اللي هي الصبقة، كري اللي هو التنغيم الصوتي السبق فترة وجود حقيبة الفن، كان في طنبارة. أيوة. كان في شيء حلقي كده، ده 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 كري، كري موجود، ونقلوت إيقاع اندثر الآن اللي هو وجابودي نقلوت أو نقلوت بالدال، إيقاع اندثر هسي وجابودي. وفي محمد وردي مؤخرا رحمه الله كان عمل إيقاع قديم مندثر اسمه جيسلية، جيسلية هو الشبيه بالنمة النوبيت المنغم، لكن هذا الإيقاع، فهي إيقاعات كثيرة كثيرة، في إيقاع الريش في ضمولة، العرض دي أصلا ضمولاوية، هي الصقرية دي هي ضمولاوية بحتة، والجعليين أخذوها، الدليب أخذوه شايقية طبعا، ظهر عندهم في الأربعينات عن طريق، لكن قبل كده كان هو موجود في منطقة شمال، حتى الآن موجود. أيوة. حتى الآن موجود، حتى الفنانين ظهروا بيغنوا في منطقة شمال السودان قبل ما يكون هم عند الشوايق، صحيح؟ صحيح. صحيح، يعني الريلة دي، الريلة دي ظهرت هي في إيقاع دليب، وظهر في المنطقة بتاعتنا اللي هي منطقة دوشات، بطن الحجر اللي قلتوا دي. أيوه. فظهرت هناك والفنانين عملوها، ومشت لحد ما جاء اسمع محمد وردي، مؤلفة جدي هشام اصلا. وهناك في مطولات غنائية، مطولة في واحد ينشئ الأغنية البداية بتاعتها بلحنها، والناس يزيدوا يزيدوا فيها. ايوه. فعشان كده هي مطولات غنائية، لحد ما محمد وردي سنة 57 تقريبا نسب الاسم الحسن، القمر بوبة في إيقاع أولي فيها، أي أولي برضو ظهرت في منطقة بطن الحجر، وهي كانت من المطولات الغنائية، بعد ذلك نسبت لإسماء الحسن واتغنت وعملت راوي ضخمة كبير. طيب أستاذنا، يعني أنت تكلمت عن سماح جبيل قرت انك انت عملت اصدارات عن استاذنا الراحل المقيم محمد عثمان وردي، هو يستحق طبعا، وبرضه خليل فرح. انا ما ادري اقول لك هل دي عنصريه ولا يعني انت كتاباتك عنهم جات لانه انت موجود في المنطقه عرفت عنهم كنت قريب عن منهم، ولا لان النوبيين؟ لا 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 لا، انا اصلا هو انا مشتغل بالثقافات السودان، انا اشتغلت ثقافه الاصول، ماجستير بتاعي في لهجه الشكريه اصلا، يعني الشكريه. ايوه. فانا مشتغل بالكيانات الثقافيه في السودان، الشكريه درستهم، البطاحين درستهم في كتب سطره يعني،
اللحويين درستهم، الرشايدة درستهم في شرق السودان، والآن أدرس الحلنقة والبنعامر والبجا، ذيل كلهم الكيانات الثقافية في السودان، نحن ما عارفين بعض. صحيح. فأنا شغال ده مشروعي البحثي أصلا. لقيت في تشابه؟ نعم، كثير من التشابه، وكحالة ثقافية محمد وردي كحالة ثقافية، وخليل فرح كحالة ثقافية، ليس لأنهم نوبيين أصلا، كحالة ثقافية من الممكن اكتشاف من أبعاد أخرى، لأنه خليل فرح هو مجموعة بحوث ممكن تكون. صح. هو شاعر، مغني، ملحن، مناضل سياسي، هذه كلها شعب من خلال يمكن فضلا عن انه هو يعني اول شخص يدخل آلة العود الى يعني الغناء السوداني. صحيح صحيح. محمد وردي كذلك. صحيح. محمد وردي كتابه هسي معي في الشغل. هم شخص يعني يعني يستاهلوا التجسيد من خلال كتاباتك. لكن نحن في الحديث عن النوبيين وعن هذه الذكريات الأليمة والعظيمة، انا عاوز ارجعك للحظة التهجير، وهل اثرت هذه الهجرة على ابناء مدينة حلفة والنوبيين الموجودين هناك وغيرت في حياتهم تغيير جذري لحد الآن بهذه الهجرة؟ أحكي لكم حاجة. في التهجير طبعا كان عن طريق المراكب. فأنا كنت عندي كلب أبيض جميل، والكلب ده عام وللمركب، نحن كلنا في مركب ضخم كبير، فالكلب ده عام لحد تقريبا نص البحر. بعد ذاك رجع ما قدر يكمل. اخت لينا قالت يا يما الباب ده نسوي ليه شنو؟ نقفله ولا نخليه فاتح؟ ما خلاص الناس ماشيه يعني. فدي دي 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 يعني مسائل. كانت لحظه حاره جدا طبعا، أليمة. اللحظه بتعليمه جدا بتاعت الرحيل، واحنا كتبنا عنها كثير. لكن الحياه ما بعد التهجير تغيرت طبعا جملة وتفصيلا في منطقة حلف الجديدة. ترك المكان يعني إسقاط كثير جدا من المفردات متعلقة بالمكان، أن البيئة الجديدة عندها إملاءاتها، فالناس يعني لغتهم ذاتها تغيرت. الناس الموجودين في وادي حلفة كمان هاجروا 4 مرات لحد ما بيقوا هسه في المدينة بتاعتهم. فالتهجير أصلا حصل لناس بوادي حلفة، لكن ذيك أنا بقول لها هجرة. فترك المكان يعني إسقاط اللغة وإسقاط كثير من الثقافات. طيب أستاذنا مرغن الدشاب، خلينا رجعك للحظات التهجير والمناظر الأليمة مع فاصلة مع البلابل، ونرجع لأستاذنا مرغن الدشاب. مريلونا أبقوا معك. وقسى في رجم ملك تدوي الفنارية
عودة مرة تانية لأستاذنا مرغني ديشاب، الاسم اللي يمكن لقيناه في كل المراحل النوبية، سواء كانت كتابة وتوثيق والاهتمام ودراسة حتى للغات المختلفة. سعيدين جدا، نرحب بك مرة أخرى في أم درمان هذا المساء. مرحب يا هلا. مرحب بك أستاذنا. وقبل شوية كنا بنسمع لياسر اللي هو التحية، يعني واحدة من الأغنيات القديمة اللي أسمر اللون. يا ريت نتكلم عنها لأنه في ناس ما فاهمين الأغنية، وفي نفس الوقت اللقطات اللي كانت موجودة في الشاشة برضه. الأسمرلونة من الغناء القديم، قديم جدا. أسمرلونة طبعا بتكلم عن لون المرأة الموصوفة، وفي أبيض اللونة، يعني شوف الكلمات العربية دي خسرتها في النوبية. وفي أبيض اللونة أغنية مغايرة لها، يعني واحد أخذ السمر واحد تاني أخذ بياض البشرة وكذا. أزمر اللونة من المطولات الغنائية، يعني المغنين يجتمعوا كلهم وبيغنوا الأغنية وقوفا أحيانا. لما يتعبوا بيقعدوا لأنها طويلة، يعني مطولات غنائية مع كل واحد، أي واحد بيضيف، يعني في العملية بتاعت إنه المغني بيضيف وهو موجود. أيوة. ارتجالا. ما في تأليف. فأي مغني بيرتجل الكلام. لا أيوة نعم. نعم. وهذه الأغاني هي أساسا أغاني بتحكي أغاني، هي حكايات. حكايات غرامية، حكايات تتكلم عن الطبيعة، وكل واحد على حسب اللحن بيألف يزيد في المسائل دي. هي أغاني طويلة جدا وأغاني محببة جدا، المغنين بيغنوها لحد هسي. لكن أنا دائما بيهمني الإيقاع، هو إيقاع نكشبندي، كبكك كبك كبكك كده. فالإيقاع دي هو إيقاع قديم ما بيقدروا عليه المغنين الحاليين، عشان كده اندثر أو شكين عليه، يغيروه لإيقاع فتشة. إيقاع فتشة إيقاع خفيف، تك 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 كده. فبيقوموا يغيروه لإيقاع فتشة، بيكون الأذن الموسيقية النوبية هي مدربة على الإيقاع القديم، خاصة الناس القدامى. فما ما بيستسيغوا التحريك، تحريك الغناء إلى إيقاع أخف اللي هو إيقاع في الجن. الأغنية دي كانت هي بتحكي عن شنو؟ هي بتحكي عن الغرام عموما، الحب، والمسألة بتاعت الطبيعة، في المسألة بتاعت ذكر النساء بالأسماء. فنظهر عندنا من زمان، يعني ما عيب ولا ما في مشكلة، ما في مشكلة. أستاذ بل البعض في بعض الأحيان في قروش بتندفع عشان يذكر اسم، يعني ما محبوب تلبس طلطفة وما داير يقول عرفها. واحدة تكون معجبة بنفسها تدفع قروش عشان يذكر اسمها في الأغنية. أستاذنا مرغني، أنا عاوزة أديك اتهام، هو اتهام ولا أعرف إذا كان يعني قريب من الحقيقة أو بعيد من الحقيقة، لكن بيعتقد أن النوبيين هم منغلقين على نفسهم في المجتمع السوداني ومعتزين بنفسهم وبنوبيتهم وبلسانهم المغاير، حتى أنهم بيرفضوا أنه يزوجوا بناتهم لأي قبيلة أخرى أو يحاولوا ينصهروا في المجتمع. هل هذا الاتهام صحيح؟ والله هو كان صحيح لكن الآن غير صحيح. نعم، كانوا النوبيين هم طبعا كان في اعتقاد جازم بأنهم هم أصحاب حضارة مغلة في القدم ومتميزين بهذه الحضارة. نعم، في كتابات كثيرة قالت أنه يعني الإنسان النوبي هو إنسان صريح واضح، والبيت النوبي هو أنظف بيت، وفي كلام زي ده. فحصل نوع من أنواع التباهي بالكلام ده، حصل نوع من أنواع أنه بناتهم ما يتزوجوهن ناس آخرين غير نوبيين. حصل كلام هذا في الزمان الماضي، لكن الآن الأجناس البشرية في السودان بقت قريبة من بعض إلى حد كبير، يعني بقوا النوبيين يتزوجوا من الآخرين والآخرين يتزوجوا من النوبيات. يعني الانغلاق اللي انت قلتيه دي بقى يتميع ويتفكى شوية شوية، بقى في شكل من أشكال الانصهار بين السودانيين جميعا، يعني في رأيي.
ما أعرف، لكن استيل بقى في شخصية الشخص النوبي، أو هي شخصية صارمة وشخصية حادة، ممكن ما أعرف الحاجة دي ليه، لكن كل ما بتلقى في حتة شخص نوبي فبتعتقد أنه زول بيكون عنده كاريزما مغايرة أو شخصية مغايرة، والله أعلم غايته. لكن هي النوبية عموما تأثرت بالعديد من الأديان القديمة قبل الإسلام، خاصة في طقوس الولادة والزواج. كده نتكلم شوية عن هذا التأثير، بأنه تأثرت بالطقوس الفرعونية القديمة أو النوبية القديمة. فانتيني، الأب أبونا فانتيني اتكلم كثير عن الطقوس المرعية اللي هي مسيحية. طبعا النوبيين كانوا مسيحيين والإسلام لحد تقريبا 1300، يعني لحد قبل 600 سنة يعني تقريبا أو 700 سنة كانوا مسيحيين. فهذه العادات، التأثير المسيحي في العادات بتاعتهم كثير. قبل المسيحية هم كانوا فراعنة نوبيين، يعني كانوا بيعبدوا إله الشمس وإله النور يعني الإلهات النوبية. السودان استعمر مصر لمدة ما أقل من 300 سنة، صح. يعني الملك النوبي ترهاقة، فالأهرامات بنيت في السودان قبل مصر، ويرجح أن الأهرامات الموجودة في مصر الآن هي أصلا سوداني، عملوها سودانيين. ما بقدر أقول نوبيين طبعا، عملوها سودانيين. فدي هي هذا هو التاريخ. طقوس الزواج والولادة، طقوس الزواج، يعني في طقوس الزواج المرأة بتلد طبعا، والأدعية نفسها، الدعاء الرئيسي هو ماريا، يعني مناجاة ماريا اللي هي مريم العذراء عندنا. فكده في الأربعينية بتاعت الولادة بتمشي تعميد البحر، الولد المولود يعني يودوا البحر، يودوا البحر ويغسلوه وبعدين يشيلوا معاهم قراصات صغيرة كده، عارف القراصة؟ قراصات صغيرة كده بيشيلوها يمشي يرموها للملائكة البحر. التعميد يمكن أكثر حاجة هو ممارس بشكل يعني، لكن هو صحيح، هو الطقس ده يمكن عند السودانيين كلهم، اللي يقول لك ودوا البحر يفكوا الأزبار، وما يعني هي طقوس فرعونية قديمة الشريرة يعني. هي عادات مسيحية. القراصة عندنا الواحدة بتقوم تعمل القراصة بتاعتها، وبتجيب القطاعة بتاعتها دي بتعملها كده، تقطيعها، ما تقطيع، شكل صليب، ترسم علامة الصليب، أيوة. لمباركة هذا الطعام. لا استيل لحد الآن، استيل تيل ناو الآن. فالمسألة دي من العادات المسيحية الصميمة، يعني هي الصميمة. في الختان كذلك المسألة بتاعت التعميد مرة ثانية. ففي يعني كثير من السلوك المسيحي أو العادات المسيحية ما زالت موجودة في عند النوبيين. طيب يا أستاذنا، لو جينا نتكلم عن البيت النوبي زمان والآن، في اختلاف طبعا أكيد، يعني باختلاف التطور والعولة والحداثة يعني، لكن لو جينا نتكلم عن شكل البيت النوبي، يا ريت لو وديتنا صورة كده زمان في حلف القديم. أي نعم، البيت النوبي طبعا هو أصلا البيت عبارة عن شكل مربع ما مستطيل، والساحة بتاعت البيت بتكون في الوسط، ما حوش لا، هو في الغرف الوسط، حوالينا الغرف حوالينا الساحة بتاعت البيت، الحوش في الوسط. بعد ذاك الغرف دي عندها يعني أسماء، اللي هو مندرة، كلمة تركية خشت في العملية بتاعت برندا، ديوان يعني؟ ديوان 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 أي. ففي دواني، في كل غرفة عندها، حتى الغرفة بتاعت حفظ الأطعمة اللي هو قوت العام، من البلح خاصة، الفول إلى آخره، اللي هي بيحفظوها في المخزن، مخزن
وبعدين في الادوات المعموله من الطين طبعا، المساله بتاعت حفظ الاطعمه دي هي جات حفظها عندها اسماء كثيره جدا. ايوه الضمج لغايته بيقول لها الجسيبه. الجسيبه ايوه جسيب ايوه اي فال المسائل دي كل غرفه طبعا لها دور بتلعبه في ال في ال في, في, في البيت دي. الزينه بتاعت البيت درست كثير اللي هي البوابه النوبيه او الواجهه بتاعت البيت عموما. هي طبعا لما تيجي توضع الطباقه الصيني دي بيحطوها على شكل صليب على شكل صليب، وده من الاشياء الثابته مسيحيا ثابته. صح كمان بيستخدموا المثلثات وال لا هو على شكل صليب كده وكده. وال ال 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 القفل بتاع الباب ذاته يصنع من الخشب هو على شكل صليب برضه. ايضا هو على شكل صليب بيرسم في البيت، فانت لما تشوف البيت من الواجهه طواله بيقابلك الصليب ده فوق في الصحانه في الصحانه بتاعت الصين المرصوصه على شكل صليب، وفي الشرو اللي هو القفل بتاع الشرو بتاع الباب اي، فده برضه على شكل صليبين في الواجهه. بتلقى اهل الدار مسلمين اهل الدار مسلمين بالحيل عشان كده بقول لك يعني انه ما عارفه برضه اتهام انه الحضاره النوبيه يعني هم من اكثر الناس الان تمسكا بالديانه الاسلاميه وكده، بتلقاهم انه متمسكين باسلاميتهم بالرغم من هذه المعالم والحاجات اللي انت ذكرتها. اخر مع بحث انا قمت به الصحابه والتابعون واهل دين من النوبيين. فالنوبيين عندهم 11 من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم سبعه من التابعين وتابعي التابعين. نشر الدين الإسلامي هنا في السودان أصلا دخل بشمال السودان أصلا من شمال السودان. يعني المحس كانوا عندهم في القرن التاسع الميلادي عندهم في مناطق كوبوشية الخلاوة بتاعتهم كانت موجودة. ما ظهر الدين بالدولة السنارية صح لا 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 جبه شمال السودان حاجة معروفة. الدولة السنارية كان عندها دورة طبعا من خلال كل الناس اللي علموا البلد دي إدريس ودل الأرباب أيوه. أرباب العقايد المسجد بتاعه موجود في وسط الخرطوم خوجلي أبو الجاز دين كلهم محس دين كلهم نوبيين. حسن ولد حسونة صاهر المحس أيوه. هم محسي مغربي لكن صاهر المحس. فاصلا هم دخلوا الدين في السودان. احنا سعدنا جدا بالمرور والطوف على الحضاره النوبيه والابداع النوبي، ويمكن قبل عرفنا انه انت عندك شعر وعندك كتابات، ممكن بس في دقيقه يعني نسمع اذا سمح لنا الزمن انه نسمع واحده من الكتابات النوبيه لك وتكون هديه لكل النوبيين اللي تابعونا على الدرمان. ما بحفظ للاسف ما بحفظ لكن اذا اصلا خلاص قول لهم حاجه باللغه النوبيه باللغه النوبيه ويرين سكتي ووتي قول وسال تروى في وتي شورتين وتو نتم بوتي وركج فتي ماني جتاي فنتي جاب كريم ما يقمول الناك موج ناقاش كريم جلين برم قتي من تكون برزبرتي كنا قروبو غنور ورتي أشري مسكنا بيتي تريق لديقة في انقنتي كنيا في سمانترتي إكادو اللوناي قرسكة تمشك كر ورين كرنيدي لا فاتي وهكذا. ترجمة سريعة يا أستاذ برغني. هي بيتكلم عن بيت جميلة بيحبها وبيقوم يصفها بأنها كأنما هي الجمال دي هو عبارة عن حاجة كده زي الجنون. أي بيتكلم عن انها تشبه الخدار الجميل على ضفاف النخله اللي هي مطله على البحر وهي شديده الخضره
ونتي برضو القمرة ونتي القمر ونتي القمر شورتن علمتي روحوا يتعلموا يا شورتن ووتي شورتن ووتي يا توأم نوبية يا خالدة أيوة شورتن ووتي توأم الروح كده أيوة صحيح يا سلام تحية لك والله أستاذنا من غني ديشاب يعني سعيدنا بك جدا وإن شاء الله في حلقات جاية نقدر نجيك معك في حاجات أنت كتبتها كتاباتك ونتكلم عن الثقافة النوبية عموما بكل تفاصيله ودور المرأة نفسه في حاجات لسه إحنا ما تطرقنا لها إن شاء الله في الأيام الجاية إن شاء الله بإذن تعالى كتر خيركم بارك الله فيكم بارك الله في قناة أم درمان وصديقي حسين خوجلي دفعتي طبعا في الجامعة وشكرا لكم شكرا لك هير لوجو هير لوجو هير لوجو هير لوجو طبعا عارفه لكن لسه محتاجه لسه تجديد اكثر يا خالد الرن بتاع عافية لوجو شلو عافية طبعا عافية اي وهير لوجو مع السلامة هير لوجو أستاذنا عز الدين مرغني أيضا بشكركم من خلال هذه الحلقة ومن خلال حضور الأنيق للأستاذ مرغني الديشاب وأنا بالعربية مشاهدين الكرام بشكركم مع السلامة وإن شاء الله تكونوا بخير وعافية لحد الخميس القادم أشكر زميلتي خالدة شكرا سماح هير لقو هير لقو عافية لقو عافية لقو إلى اللقاء